استشاري الأسرة التداخلية في معهد القلب القومي في إمبابة، وأيضا كونسلتنت الأسرة التداخلية في مستشفيات NHS بإنجلترا. أنا دبلي كواليفايد، اتخرجت من مصر ورحت خدت بكالوريوس طب تاني من إنجلترا، واتدربت هناك لمدة حوالي 17 سنة. الحديث اللي عايز أتكلم معاكم فيه النهاردة هو إيه أسباب تكوين الجلطة، وليه الجلطة بتتكون، وكيفية تفاديها. الجلطة لها أسباب، منها ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، الظروف الوراثية أو العائلية، يعني الأسرة يكون عندها بوزيتيف هيستوري، الوالد الوالدة الإخوة عندهم قصور شريان تاجي. ارتفاع الدهون في الدم أيضا من الأسباب، والتدخين. والحاجة التانية المهمة جدا اللي هي الحياة الخاملة، الواحد ما بيلعبش رياضة خالص، ما بيتحركش ووزنه زايد. دي كلها أسباب تكوين الجلطة. وحديثا ابتداء من أوائل الألفينات بدأ العالم كله يتعامل مع الجلطة بعلاج اللي هو البرايمري بي سي آي، اللي هو التدخل في أقل من ساعة لإصلاح التجمع الدموي، وده بيكون عن طريق الأسطرة البالونية وتركيب الدعامات. المثل الطب المعروف عندنا تايم از ماسل، يعني أول ما الجلطة بتحصل، خاصة لو إن هي من نوع اللي هو الإست إليفيشن اللي ده بين برسم القلب، لازم المريض ينبغي يعني إن أيدر الورد أو لو الظروف مسامحة، إن في خلال ساعة كنا مع الترابيزة ويتعمل له تدخل عن طريق الأسطرة لإصلاح هذا الضيق، وده بيضمن الحفاظ على قوة عضلة القلب وعدم تدهورها. بالنسبة لمصر هي لها طبيعة خاصة، إن صعب قوي إن الإسعاف يوصل من مكان لمكان في أقل من ساعة. في بلاد بره بيبقى الإسعاف الطائر أو الإسعاف العادي، بيضمن إن المريض فعلا بيبقى نام على الترابيزة في أقل من ساعة. ولو حصل إن الوقت زاد عن كده، بيحصل تاني يوم أوديت، وبيتسأل الكونسلتنت وبيتسأل العاملين إيه ظروف تأخير أكتر من ساعة، فعملية الوقت أو عمل الوقت ده مهم جدا جدا. نصيحة بالنسبة لمن عنده ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة في الوزن أو مرض السكر، إن هو يغير أسلوب حياته، يغير اللايف ستايل. المفروض يبدأ الرياضة، الرياضة مهمة جدا جدا، أو الجيم، في تحسين الوضع الوظيفي للعضلة وتحسين تدفق الدم في الشرايين التاجية. الرياضة عامل مهم، وبتقلل وبتحسن نسبة تدهور مرض السكر، وبتحسن أيضا من ارتفاع ضغط الدم، ولها فوائد محببة كتير. فنصيحتي للإخوة اللي عندهم قصور شريان تاجي هو الاستمرار على أخذ العلاج، وده بيكون عبارة عن نوعين، لمنع تكوين الجلطات المستقبلية، وأيضا تغيير اللايف ستايل، تحسين الأكل، الابتعاد عن الدهون ومكوناتها والسكريات، وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة. إذا كنت مش قادر تمارس الرياضة في جيم، على الأقل امشي نص ساعة يوم بعد يوم. مع أجمل أمنياتي للجميع بالشفاء، وشكراً.